وبما أن تكلمنا عن الفصول الأربعة أكيد ودخلنا في فصل الصيف بدايته، أكيد رح نتكلم عن استخدام كريمات الحماية من أشعة الشمس أو كريم الصن بلوك، ذو أهمية كبيرة للحفاظ على الجلد من التعرض المباشر لأشعة الشمس. لكن هل تتغلب تلك الحماية ضدنا؟ خلونا نعرف تفاصيل هذا الموضوع أكثر مع الأستاذة رجاء نوري، الدكتورة رجاء نوري، طبيبة جلدية وتجميل. حياك الله. اهلا فيكم حبيبتي، كيف حالكم وش اخباركم؟ وحشتوني يا بنات. الله يسعدكم حبيبتي. دائما يقولوا انه اشعه الشمس تحتوي على فيتامينات، في منها الضار وفي منها المفيد، تحكي لنا شوي عن الموضوع. طبعا موضوع جدا مهم، خصوصا احنا خلاص ودعنا ايام الشتاء ودخلنا الحين على فصل الصيف. نعم. طبعا زي ما انت ذكرتي اشعه الشمس هي المولده لفيتامين د، وبتفيد بتعطي الجسم الفيتامينات وهذه الاشياء. طب ايش هي اشعه الشمس؟ نعم. نعطي نبذه بسيطه كده عنها. هي مجموعه من الموجات الكهرومغناطيسيه. هذه الموجات ايش هي؟ عباره عن احد اشكال الطاقه. نعم. طيب اشعه الشمس نفسها فيها ثلاث انواع من الشعاع اللي بيصدر لينا على كوكب الارض. طيب في اشعه مرئيه ترى بالعين اللي هو ضوء الشمس اللي احنا كلنا بنشوفه هذا العادي، اوكي، وفي اشعه غير مرئيه اللي هي اشعه تحت الحمراء، واخر حاجه الاشعه فوق البنفسجيه، وهي اللي هنركز عليها اليوم ان شاء الله في موضوع حلقتنا. أكيد. لانه هي اللي منها الفوائد ومنها الاضرار. نعم. طيب دكتوره، في فرق مثلا بين اشعه الشمس في فصل الصيف عن اشعه الشمس في فصل الشتاء؟ طيب شوفي، احنا كثير بنسمع الناس يقولوا والله هذا، طبعا الفروقات هذه عندنا احنا، والله الشمس خلاص الصيف دخل، الشمس هتكون قريبه وهيكون حر، الشتاء الحين جاي، يلا نسوي التقشير، ما في شمس. لا، كلام يعني خاطئ. الشمس هي شمس في فصل الصيف، في فصل الشتاء الشمس هي شمس، بتصدر منها الاشعه الفوق البنفسجيه زي ما قلنا. حتى هذه الاشعه عندها القدره على اختراق حتى الغيوم، يعني هي مفعولها في الصيف زي مفعولها في الشتاء. الاختلاف انه احنا دائما نقول في فصل الصيف مثلا في اوقات معينه نتعرض فيها للشمس، اللي هي بتكون من الساعه 8:30 صباحا الى الساعه 11 صباحا. ليش؟ لانه الجسم هنا في كامل الاستعداد انه ايش؟ انه يعني ينتج فيتامين د اللي هو المفيد للجسم، خلاص. اما بعد ذلك اللي هو من 12 الظهر الى المساء اللي هو 4 العصر او 3 العصر، بتكون اشعه الشمس يعني ضاره وقويه، انه ممكن تخترق طبقات الجلد ولا قدر الله تلحق بين الأذى عن طريق الجلد، فبيفضل أنه إحنا نتجنبها في هذا الوقت. في الشتاء يقول لك الأفضل أنه إيش تتعرضي من الساعة 9 صباحا إلى 3 المساء العصر، الوقت أطول شوية، بس برضك بنشدد على الناس أنه لازم يتعرضوا في الساعات الأولى، عشان زي ما قلنا الجسم بيكون مسخر أكثر لإنتاج أكبر يعني كمية من فيتامين د. المشكلة دكتورة في كثير من الناس النصائح ممكن تكون ترند تضرب، فكل الناس ممكن يتداولوها بشكل أو بثاني، زي موضوع كريم الحماية اللي لازم السيدة تستعمله. وكمان صرنا بنشوف في منتجات يقول لك والله هذا فونديشن وكمان في واقي شمس. ايوه، ابغى اسالكم، تستعملوا واقي حماية واقي شمس ولا لا؟ بامانه والله شوفي، في الصيف في هذا الجو العادي، لا الشتاء ما كنت استخدم، بس انا عمري ما احس ان ممكن. الحين عرفتي ان الشمس هي شمس في الصيف، الشمس في الشتاء تكون بارده، بس ما نتعرض كثير لانها تكون عاده في غيوم والجو مغيم، ما يكون في شمس. يعني انا احس أيوة، بس احنا الحين عرفنا انه في اشعه ضاره حتى الغيوم بتخترقها، معناته السان بلوك او واقي الشمس مهم سواء في الصيف او في الشتاء. يعني حتى لو الجو مغيم ما في الشمس، حتى لو الجو مغيم الاشعه بتصدر، يعني بتصدر منها وبتخترق الغيوم. لازم حتى الناس اللي قاعدين في البيوت قبل ما ندخل المطبخ وكذا برضه بنقول لهم صح، يعني ايش؟ لازم يكون حراره بلوك. ايوه. طب يعني انتم عارفين انه ليش احنا بنخاف من ضوء الشمس او في حراره؟ انت زي ما ذكرتي في الاول في فوائد وفي اضرار. صحيح. الفوائد احنا عارفين سبحان الله ضوء الشمس مهم للزرع، للنبات، للثمار، كمان له فائده على صحه الانسان. يعني لولا الشمس يعني هي مصدر اساسي في استمراريه الحياه على كوكب الارض. هي زي ما قلنا رقم واحد المصدر الاساسي لانتاج فيتامين د. بالتالي فيتامين د ايش بيساهم؟ بيساهم في تقويه العظام، بنكون بنتفادى كثير من الامراض الشائعه الحين، الاوستيوبروزيس اللي هو هشاشه العظام، او الاوستيوماليشيا تلين العظام، او الريكتس عند الاطفال اللي هو الكساح. برضك بنتغلب على الجونديس اللي هو ما يعرف بالصفر او اليرقان. دائما يقول لك البيبي لما ينولد حطيه شويه
شوية عرضي للشمس عشان نتفادى هذا الشيء. في بعض الأمراض الصدفية اللي هو سوريسيس بنقول لهم تعرضوا للشمس يعني، فهو يعني حتى الشمس بنلاقيها سبحان الله بس يعني تعرض لها بكميات معتدلة يعني بتقلل فرصة الاحتمالية إنه الواحد حمل الله وياكم يصيب بأمراض كثير من السرطانات، سواء سرطان القولون، المبيض، البنكرياس، سرطان البروستات، فبتقلل احتمالية هذا الشيء، بتقوي جهاز المناعة وبرضك مسؤولة عن إنتاج صبغة الميلانين في الجلد. طيب أنا خليني أرجع لسؤالي دكتور، كنا بنسأل عن المراهم هذه اللي نحن نسميها واقي شمس وموجودة في أكثر من منتج. أيوة. يمكن كلنا بنستعملها لما بنروح البحر أو نروح على البيتش وهذه الأشياء بالضبط. طول الأيام إحنا ما بنستعملها. أبغى أعرف إيش هي أنواعها وكيف الواحد ممكن يستفيد منها. طيب إحنا دائما نسمع إنه إيش واقي شمس، من اسمه واقي شمس هو عبارة عن إيش، كريم حماية من أشعة الشمس الضارة اللي هي فوق البنفسجية زي ما قلنا. دائما نلاقي حاجة اسمها SPF صح، يعني باختلاف النوع SPF 30 SPF 50 SPF 50 بلس. SPF هذا هو اختصار Sun Protection Factor اللي هو عامل الحماية من الشمس، بيختلف من 30 ل 50 ل 100. احنا بنفضل انه دائما يكون 50 او 50 بلس اللي هو ما بعد، علشان بيكون بيحمي ايش من الاشعتين الضارة فوق البنفسجية اللي هي الـ UVB او الـ UVA، فهذا جدا جدا مهم. النوع حق Sun Block المواد اللي فيه نفسها دائما يعني معظمها بتكون واحدة في كل الأنواع، الاختلاف بيكون حسب نوع البشرة المستخدمة. عندي بشرة جافة، عندي بشرة دهنية، عندي بشرة عادية، وعندي بشرة حساسة صحيح. فهو الاختلاف حسب كل واحدة وما يناسب بشرتها، لأن بعضها يكون ضار وبعضها يكون مدمر للبشرة أو معرضها للإسمرار، كيف ممكن تختارها؟ أول حاجة لازم تاريخ الصلاحية، يعني زي ما أنا بشوف حاجة تاريخ الإنتاج لازم أشوف الإكسباير ديت، إنه ما أخذ حاجة منتهية الصلاحية. واضح انه اكيد لو انا استخدمت حاجه منتهيه الصلاحيه ممكن تعكس على البشره صحيح. الشيء الثاني لازم يكون اشوف المكونات، في ناس عندهم حساسيه من مواد معينه فلازم انا اكون عارفه بعضا من المكونات او المواد اللي ممكن تسبب حساسيه او تهيج لبشرتي، عشان ما استخدم حاجه وتسبب لي تهيج للبشره، اي تهيج احمرار بيقلب بعدين بسمار، فهذه واحده منها. في بعض المنتجات الواقي الشمس اللي فيها حاجه اسمها ماده اسمها البارمانس، هي وجدوا انها بتسبب احيانا تهيج للبشره، بس ما في دراسات اكدت انه هي يعني ايش لا قدر الله بتسبب سرطان للجلد او مشاكل او حاجات زي كذا، يعني الدراسات مستمره فيها انه هذه الماده موجوده في كثير من مستحضرات التجميل، حتى في كثير من الاغذيه وكذا يعني، فهو دراسات عليها. لكن في بعض الناس اللي وجدوا او دراسات وجدوا انه ممكن تكون سبب بهيج البشره، فهذه النقط احنا لازم نحطها يعني ايش في بالنا، نوع البشره، الاكسباير ديت، المحتويات نفسها، عشان زي ما قلنا ما يكون في ماده تسبب لي حساسيه. جميل. طيب دكتوره رجاء، انا صراحه من النوع اللي ما استخدم واقي شمس، واذا استخدمته بيكون في مرات قليله نادره، لانه احساسه صراحه على البشره انا اشوفه من وجهه نظري مزعج، ويكون مره ستيكي، واضطر مثلا لما تيجي تبي تعملي ميك اب بالذات لما نيجي هنا على الشغل امسح السن بلوك وارجع احط كريم مره ثانيه مرطب. متى نقدر او كيف الطريقه الصحيحه انه انا اقدر استخدم فيها واقي الشمس بحيث انه انا احطه مثلا قبل قديش ما اطلع من البيت، قديش يفضل موجود على وجهي، متى ممكن اشيله؟ اعطينا من دي النصايح، يمكن اتحمس وابدا احط صن بلوك. هو لازم تتحمسي وتبداي تحطي، خصوصا في الشمس هنا يعني والصيف لازم. شوفي رقم واحد، اول حاجه لازم نغسل البشره بالمويه او الغسول المناسب للبشره، كل واحده حسب بشرتها، في ناس ما بيناسبهم الغسولات، في انواع من الصابون، في غسولات حسب البشره الدهنيه او المويه، حتى ان شاء الله لو مويه بارده نغسل فيها يعني بحيث انه البشره تكون نظيفه. الشيء الثاني نحط السن بلوك لا بد منه، حسب زي ما قلنا نوع البشره، يعني بتختلف من نوع البشره الدهنيه بنلاقي دائما حاجه مكتوب عليها اويل فري، وبيكون البشره الدهنيه هي اصلا دهنيه وبتفرز زيوت، فتبغى حاجه قوامها ايش مائي خفيف. البشره الجافه جافه، فبتحتاج واقي شمس يكون ايش ثقيل، قوامه ثقيل او زيتي وفيه مواد مرطبه، فبتختلف، فلازم واقي الشمس نحطه حسب نوع البشره، لكن متى؟ قبل ربع ساعه او نصف ساعه من الخروج من المنزل. فهذا ما بيغني بالنسبه احنا كنساء عاملات انه احنا ما احطه، لا، حطي واقي الشمس وحطي بعدين الميك اب حقك، ما راح يعني المكياج ما راح يفسد. كريم مرطب طيب بلاش الميك اب، كريم مرطب عادي اللي استخدمه ديلي يوز حق بشرتي. أيوة.
احطه قبل السان بلوك ولا بعد السان بلوك؟ لا يلا نحط اول حاجه الكريم اللي هو حق ترطيب الجسم او كريم النضاره، بعدين حطي السان بلوك، وبعدين 5 دقائق كده اتمكجي براحتك واخرجي. وهذا الكلام لازم يكون قبل اقل شيء ربع ساعه او نصف ساعه من الخروج. خلاص، نفس الطريقه لربة المنزل او اللي قاعده في البيت قبل ما تدخل المطبخ دائما نقول لها حطي واقي الشمس اول ما تصحي، لانه حتى حراره البوتاجاز والبوتاجاز والفرن مع الصيف، مو كل الناس المطابخ عندهم فيها تهويه او مكيفات، فلازم جدا مهمه. فهو ما هي يعني ما هيخرب لك المفعول حق الواقي الشمس، لكن واقي الشمس جدا مهم زي ما قلنا، انه احنا ما عارفين الناس انه ضوء الشمس هذا ممكن يسبب تهيج للبشره للجلد، ممكن يسبب حساسيه، ممكن يسبب البيجمنتيشن اللي هي التصبغات. الناس بيجي عندهم الكلف فجاه تقول لك انا لقيت وجهي عدم توحد في لون البشره، تلاقي ناس حوالين الفم من الجبهه لهنا البشره ما فيها توحد، يعني لما تشوفي وجهها صافي بتلاقي ايش، ما في توحد في لون البشره، بتلاقي في التصبغات، في حاجه اسمها تلانجكتيزيا اللي هي توسع او تمدد الشعيرات السطحيه على البشره، بتزيد اكثر مع التعرض للشمس من غير واقي الشمس. برضك دمج للكولاجين والالستين اللي هي الحاجات المسؤوله عن شد البشره والشيخوخه المبكره او التجاعيد وترهل الجلد. الشمس ضوءها اقول لك انا لو فيها مره يا دكتوره كنت بتشمس وما حطيت سن بلاك ولا اي شيء، صحيت ثاني يوم وجهي مخزن مويه، اخذت ابر كورتيزون، صار عندي تسمم من الشمس. هذه من الاشياء الواحد ممكن ما تخطر على باله، يقول لك انه عادي يعني ما حيصير لشيء، يعني بشرتي حتتقشر وحيصير الوضع عادي، بس فعليا دخلت في زي ارتكاريا. ايوه يلا انت ممكن تكوني حاطه كريم البشره الطبيعي، يعني لو ما طلعتي ممكن حاطه اي شيء، ممكن مع اشعه الشمس المواد هذه تغلغلت في مسامات البشره واحده منها تفاعلت. عشان كذا احنا بنقول يعني الشمس ترى مصدر اساسي وسبب رئيسي حمنا الله في السكين كانسر. يعني سبب رئيسي. ليش بنقول للناس حتى يلبسوا نظارات؟ لانه احيانا الشمس بتضر الشبكيه حقت العين. يعني عرفتي الناس بتلاقي جلدهم صار خشن كده او زي الباهت. طيب الاصفر. طيب دكتوره كيف يسوي تان؟ الان الواحد تبغى تسوي تان لازم تطلع او ناخذ فيتامين من الشمس، فيتامين د. كيف يعملوا؟ تحط واقي الشمس وتطلع للشمس؟ في مفاهيم تقول انه لما تحط الواقي الشمسي انت كذا تمنع الفيتامينات انها توصل. يلا احنا زي ما ذكرنا في الاول انه انت لما تتعرضي للشمس عشان تاخذي فيتامين د في وقت معين، الشمس فيها لو تعرضتي لها ما بتكون ضاره، فانت يعني يتعرضوا لها قبل يحطون الواقي الشمسي. ايوه في الوقت المعين اللي احنا ذكرناه الصباح. نعم. وايش ما هتتعرضي وانت لابسه الملابس؟ لا بتتعرضي، بتكوني يعني عشان لو انت واحد يبغى ياخذ مصدر الفيتامين د لازم يكون الذراعين الساقين الوجه مكشوف عشان نمتص جسمنا يمتصه، فهذا الوقت الأشعة فيه مش ضارة. لكن ما بعد كده الناس اللي انت زي ما قلتي التان ولا لما يمشي يروحوا في الشاطئ السباحة بتلاقي ايش عندهم؟ فريكلز، نمش نمش نمش، هذه واحدة من الآثار الجانبية ومن أضرار الشمس. بتلاقي النمش مالي جسمهم. خلاص هذول بيكون عرضة أكثر حمان الله إنه الشمس تخترق طبقات الجلد وتسبب لهم المشاكل الأكبر. جميل. من السكين كانسر. فبالنسبة لناس التان لازم يحطوا واقي الشمس ممتاز ويتعرضوا لايش؟ يعني في مدة يعني مدات مو ساعات طويلة. يعني في جميع الأحوال دكتورة لازم يكونون يستخدمون الواقي الشمسي. أيوة. أثناء تعرضهم مباشر لأشعة. أيوة. الشمس بالمناسبة التان جدا خطر، الناس اللي بيتعرضوا عن طريق الشمس بطريقة مباشرة أو عن طريق اللي هو التانينج ماشين فيها تعرض مباشر للأشعة فوق البنفسجية. هذه بتزيد احتمالية تهيج الجلد وحساسيته وسرطان الجلد. فلازم يكون في ايش يعني حتى في كريمات طالعة الحين كريم وجل وسبراي وما ادري ايش فيها مواد كيميائية برضك غير مرخصة ترى من الاف دي اي، غير مرخصة وثبت فعاليتها في انه بتسبب حساسية بس ما بتسبب السرطان. لكن في حساسية الجلد في مادة واحدة مرخصة اسمها الدايهيدروكسي اسيتون. هي اللي بنحبذ انه احنا لو احد هيستخدم الكريم انه يسويه. نعم يعني. دكتورة يعني اهم شيء انه يستخدمون الواقي الشمسي يحرصوا على البشرة. لازم بإذن الله. احنا شكلي لك دكتورة رجعت وعدتك. الله يسعدكم. سعدت بوجودي معكم. شكرا لك. الله يحفظك. مشاهدينا مكملين بس بعد الفاصل.